السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله في الدرس سوف نتحدث عن الـ Anisotropic Shader. قائمة طبعا ممكن نحصل على الشيدر هنا من الشيدر Anisotropic. طيب اللي هو التاني شيدر Anisotropic BSDF. الـ Anisotropic معناه non isotropic أو not the same in all direction، يعني الريفليكشن مش موحد زي الجلوس شيدر. طبعا الانيزوتروبيك شبيه جدا بالجلوس شيدر، يعني لو ضفنا جلوسي شيدر هنا شبيه جدا بالجلوسي، لكن الفارق ما بين الاثنين ده الجلوسي وده الانيزوتروبيك. طيب الفارق اللي هو قيمة الانيزوتروبي دي اللي بتزيد عن الجلوسي، لا يعني لو وحدنا خلال ديت صفر، هنا الجلوسي بوينت 2، هنا الرفنس، نقصد الرفنس بوينت 2، هنا بوينت 2، ده الانيزوتروبيك هو تماما الجلوسي، ما فيش اي فرق. خلينا نشوف بقى الانيزوتروبيك. لو ضفنا ديت بوينت 1 فبنلاقي الانعكاس بيكون كالتالي، هنا بوينت 6 طبعا استريتشد كالتالي، ولو ماينس 1 شبه جدا ب يعني لو بنعمل ماتيريال زي السي دي كفر، فبالتالي هو الكوميديا تكون ماينس 1. طبعا اللي استخدمت كتير في الالومنيوم والفويل وهكذا. طبعا الروتيشن من 0 إلى 1 ممكن يتم تغيير الانعكاس كالتالي. دوكمنت الانيزوتروبيك ده ببساطة شديدة استخدام الانيزوتروبيك شيدر. في عندنا بعد ذلك الاميشن شيدر، هنضيف اميشن ونوصل الاميشن بالسيرفيس. اللون هنا بيحدد الكلر، وليكن ده كده هيكون اميشن، والاسترينس 70 وليكن. ممكن نختار اي كلر زي ما احنا شايفين، اي كلر ممكن يتم استخدامه. دي اول نقطة. النقطة الثانية الاسترينس على اساسها شدة الاضاءة. طيب في ما احنا ممكن نستخدم الاريا لايت من هنا. طيب ايه الفرق بين الاثنين؟ احنا بنحتاج اشياء او اوبجكت يكون مضيء. ثانيا احنا شايفين في نويز كتير جدا باستخدام مع استخدام الاميشن شيدر، عشان كده بننصح دايما اننا نستخدم اللايت الموجودة هنا، سواء كانت اريا لايت او سان لايت او بوينت، بدل من استخدام الاميشن شيدر، لان الاميشن شيدر زي ما احنا شايفين في نويز، كم هائل من النويز في الصورة. دي اولا. طبعا ممكن بلوج الاميشن في الفوليوم كالتالي، خلينا نقول ان ده 50 الفوليوم نفسه بالداخل هو يكون اميشن لللايت بدل من السيرفس. دي السيرفس ودي الفوليوم. طبعا ممكن نستخدم هذه التقنية الفوليوم في الفاير افكتس وهكذا. الدرس القادم مش هنتحدث عن الفيلفت شيدر. الفيلفت شيدر هو طبعا يعني يعتبر من الشيدر القريبة جدا من ديفيوز، ولكن ان هو تكنيك يعني بالورقة والقلم هو غير واقعي. ليه؟ هنشوف. ده كده الفيلفت شيدر، نكون نختار ولكن لون زي ده. طيب احنا شايفين ان البوينت اللي هي قريبة من الكاميرا اللي هي ديت دارك، والحواف لايت. دي كده وظيفة الفيلفت باختصار. الأماكن القريبة من الكاميرا بتكون دارك، الأماكن البعيدة والأطراف بتكون لايتد أو لايتن وهكذا. استخدامه في إيه؟ بنستخدمه في الكلوس والفابريك. خلينا نشوف تجربة بسيطة الفرق ما بين ديفيوز. ده كده الديفيوز نفس الكلر، خلينا كنترول سي كنترول في، ده الديفيوز وده الفيلفت.
طبعا بيزيد في الفيلفت اللي هو السيجما، بتكون قيمة التدرج في اللون يعني، وليكن لو صفر طبعا يكون بلاك، فدي كده قيمة 0.1، كل ما يزيد القيمة هكذا. طيب ايه استخدام الفيلفت؟ ايه بنستخدمه في الفابريك، في القماش وهكذا، في الشيرتس، اي شيء في داخل في قماش بنستخدم في الفيلفت. عادة مش بنستخدمه لوحده يعني، بنستخدم ميكس شيدر. بيكون هنا الأول ديفيوز، بعد كده الفيلفت، دي كده 0.1 فيلفت، فخلينا وليكن الفيلفت تكون مثلا هكذا. طبعا ده مزيج بين اللونين، طبعا 1 هيكون 100% فيلفت، 0 هيكون 100% ديفيوز، ف 0.5 نص بالنص، فكده وليكن مزيج بين اللونين اللي هو الفيلفت والديفيوز. ده كده كان باختصار الفيلفت شيدر. بقى عندنا الترانسبيرنت شيدر، فانا اضيف الترانسبيرنت، اوصل للسيرفس، فاختفى الاوبجكت. طبعا في هو ما هو الا مجرد كلر، ما فيش اي خصائص تانية. فالكلر ده كده، خلينا نشوف ده الكلر. طيب ايه وظيفة الكلر في ترانسبيرنت؟ ببساطة شديدة الكلر بيحدد how much light being passed through، كمية الإضاءة الضوء اللي هتمر من السيرفس، و how much light being absorbed. طبعا لو هو صفر كده يكون معتم تماما، لو بلاك هيكون معتم تماما، كل ما وايت طبعا هيكون شفاف تماما، لكن لو اي لون هكذا فيكون اللون ده هيتم هو اللون الوحيد اللي هيظهر، وباقي الالوان هتختفي وتمتص وتمر كأن الاوبجكت غير موجود تماما. هو مميز ان ممكن نستخدمه في الهولوجرام. في حاجه بسيطه جدا، ان في الايفي طبعا لو ذهبنا الى انا دلوقتي في سايكلز، لو ذهبت الى الاي في، خلينا نشوف الاي في اسمر. ليه اسمر؟ لان في سيتنج لازم نظبطها في الاي في شويه. لو في الماتيريال هنا في الفيو بورت ديسبلاي او في السيتنج، البليند مود هيكون اي معتم ده هيظهر اسمر، لكن الالفا كليب مش هيظهر، الفا هاجد مش هيظهر، الفا بلند مش هيظهر. طب ايه الفرق بين التلاتة؟ الفا كليب عادة مستخدمة في الليفز، هو يا اما يظهر او ميظهرش، فده لا يعني دي في الشجار. البلند زي تبقى قريبة من سايكلز، هاشد هيكون فيها شادو شوية، اعتقد ان بلند الافضل. طيب ده كده الترانسبيرنت. في بقى الهولد، ده ممتاز جدا جدا جدا، وفي الكومبوزيتنج. ليه؟ ببساطة جدا، أنا لو ذهبت إلى السايكلز ورحت على طبعا هيكون أسمر، لازم أفعل ترانسبيرنت من الفيلم، فأنا هاجي أعمل رندر، فالجزء ده كده هيعتبر كأنه مش موجود، هيكون شفاف. لو جيت أعمل رندر زي ما احنا شايفين، ده كده المكان ده فاضي فراغ تماما، ممكن بعد كده استخدمه في الكومبوزيتنج. وده كان درس اليوم، اتمنى يكون درس مفيد، والى اللقاء في عدة دروس قادمة.